السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة جاي لكم بوصفة جميلة جدا. وصفتي النهاردة للتخسيس، بنات كتير طلبوها مني. الوصفة دي احنا كنا نزلناها قبل كده بالجنزبيل وبالقرفة، النهاردة هننزلها بمكون واحد فقط. وصفة جميلة جدا، هتتمتعي بجسم جميل ورشيق ان شاء الله، وهتنزل الكرش وهتنزل البطن والارداف. ان شاء الله الوصفة النهاردة بسيطة وسهلة جدا. يلا بينا نعمل الوصفة مع بعض ونقول ايه هي مكونات الوصفة. وصفتنا النهاردة هي عبارة عن معلقة واحدة من البن زي ما احنا شايفين، ومعلقة واحدة من عسل النحل. الوصفة سهلة جدا وجميلة جدا، بس اهم حاجة ان انت تمشي على الوصفة. يا جماعة ما حدش يعمل الوصفة اسبوع ويقول لي ما جابتش نتيجة، يعني لازم نواظب على الوصفة شوية عشان تجيب نتيجة فعالة معانا. وكمان لازم تقللي من اكل الدهون وتقللي من الاكلات اللي بتسبب الشحوم وبتسبب زيادة في الوزن علشان تجيب معاكي نتيجة فعالة ونتيجة كويسة بإذن الله. ويلا بينا نقول الوصفة بتاعتنا النهاردة نعملها مع بعض. هناخد معلقة واحدة من البن كده الشكل ده اهو، وهناخد عليها معلقة واحدة من عسل النحل. طبعا لازم عسل النحل، عسل النحل مفيد جدا يا بنات، مفيد لكل حاجة، للبشرة وللتخسيس لكل حاجة. عسل النحل طبعا مفيد جدا جدا. طبعا احنا حطينا معلقة عسل نحل اهي اهو يا بنات كده زي ما احنا شايفين، وهنقلبها كويس جدا بالعسل النحل. وصفة دي والله بتجيب نتيجة جميلة جدا يا جبنات، بس انتوا حاولوا تمشوا عليها. وحاولي ما تاكليش حاجات دهنية كتير والحلويات والسكريات. عارفة ان انتوا في شهر رمضان بقى الجسم بيبقى فاقد السكريات كتير، بس برضو يعني حاولي تنتظمي على قد ما تقدري. وبعد شهر رمضان ان شاء الله برضو لو مشيتي عليها باستمرار هتشوفي والله تجيب نتيجة جميلة وفعالة جدا معاكي. هنقلبها كويس جدا كده عشان نمزج العسل مع البن. وبعدين عايزة اقولكوا طعمها جميل جدا جدا جدا، انا والله استعملتها فترة وعجبتني جدا وجابت نتيجة جميلة معايا. من الوصفات الجميلة هي والقرفة مع الجنزبيل برضو للتخسيس، وصفات رائعة جدا جدا هتعجبكم. احنا دلوقتي قلبناها زي ما احنا شايفين كده، هنعمل ايه بقى؟ هتاخديها كل يوم على غير الريق قبل الفطار وقبل النوم. يعني احنا دلوقتي في رمضان هتستخدميها ازاي؟ هتستخدميها قبل ما تفطري تغيري ريقك بس بتمراية واحدة، وبعد كده تاخدي المعلقة دي. هتاخديها زي ما هي كده، يعني ما تحطيهاش على مية ولا حاجة. يعني شوفوا احنا كنا عاملينها مثلا معلقة واحدة ومعلقة عسل، طبعا عملت لنا معلقتين. هتاخدي بقى معلقة واحدة قبل الفطار بتاعك، وتاخدي معلقة واحدة قبل ما تيجي تتسحري على طول. دي فترة رمضان. في الايام العادية بقى هتاخديها قبل ما تنامي اول ما تصحي من النوم. وصفتنا كانت سهلة جدا وغير مكلفة، البن موجود عندنا في البيت والعسل ان شاء الله يكون متوفر عند الجميع. الوصفة دي اتمنى تمشوا عليها وانتظمي عليها، هتشوفي نتائج جميلة جدا وممتازة. الوصفة دي مجربة واسألي وهتعرفي انها مجربة ومفيدة جدا. اهم حاجة قللي من السكريات، قللي من الدهون، لان السكريات والدهون بتعمل شحوم في الجسم. وان شاء الله باذن الله تجيب نتيجة معاكم. واذا عجبتكم وصفتي اوعوا تنسوني في اللايك وفي الشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشتركين. وبرضه ما تنسوش تشتركوا في قناتي اللي ما اشتركش في قناتي. واتمنى ان انتم ان شاء الله باذن الله تكتبوا لي اقتراحاتكم وتكتبوا لي تعليقاتكم للفيديو الجاي اللي تحبوا تشوفوه في قناتي. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله مع جيجي كل حياتي.